السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Task 1 Get started. Open a terminal in your computer. طيب أنا فاتح الترمينال. What directory are you located in when you open the terminal? الدايركتوري في أنا لما كنت فاتح الترمينال هو علي غريب. عاوزين نتأكد DWD علي اللي هو هوم علي غريب. طيب which command could you see to check that اللي هو دي BWD و what does this command return اللي هو دي الابسوليوت باس الريترن بتاعه اللي هو الابسوليوت باس. طيب what are the possible options that can be used with this command, how can you check that. طيب possible option اللي هيكون BWD help, فهنا بجيب لي possible option اللي هي minus L print the value of WBWD if it named the current working directory, minus P print the physical directory without any symbolic link. طيب كده حلينا السؤال الأول. السؤال الثاني create your own file. طبعا هوم يوزر نيم اللي هو علي غريب, بعدها كورسيرا ماستر كورس اي بي تي 2016 جينومكس لينكس تحت في بيز اللي هو فايل وغيره. طبعا انا عملت الحاجه دي لكن ممكن نعمل حاجه بسيطه اللي هي نحن هسي في اللي هو علي غريب لو عايزين نتاكد تحت في اللي هو اي بي تي 2016 ممكن نمشي اي بي تي 2016 نعمل اللي هو ls هنلقى انه تحتها في جينومكس ولينكس. طبعا عملناها كيف؟ عملناها ب mk directory جينومكس لينكس. طبعا هيديني اللي هو هيقول لي الفايلات دي موجوده تمام جينومكس لينكس. طبعا انا كتبت لينكس خطا عشان كده هيكون عمل فايل بدء اللي هو بالاضافه للينكس. لو هنيجي نتاكد فعلا عمل فايل هو لينكس اللي هو الفايل ده. اما جينومكس لانه كتبتها صحيحه ف يعني ما عمل انما اداني رساله قال لي الفايل موجود. احنا ممكن يعني ريموف دايركتوري ار ام دي اي ار اللي هو لينكس اللي عملناه ده الجديد نعمل ls هنلقاه ما فيش. تمام بكده عرفنا كيف اللي هو to navigate inside the files and directories. طيب بعد ذاك اللي هو عاوزين نجاوب على الأسئلة. طيب قال create the above structure under your home directory using the terminal and write the different command lines to do so. نفس الدايركتوري كورسيرا جميل نمشي للدايركتوري كورسيرا. طيب كورسيرا ده قاعد وين؟ كورسيرا إذن أنا هسي وين وعاوز أمشي كورسيرا. إذا عاوز أمشي كورسيرا لازم أمشي اليوزر نيم. إذا عاوز أمشي كورسيرا لازم أمشي اليوزر نيم. طيب أنا الآن في أي بي تي أنا الآن في أي بي تي إذن لازم أرجع خطوة للخلف اللي هعمل سي دي مسافة ضد ضد هيرجع لي لورا. طيب هعمل الاس فعلا كورسيرا موجود. طيب اقول له سي دي كورسيرا ما فيش. طيب جميل سي دي انا كتبت خطا. طيب كور شوف هناك كور سيرا جميل مشى لي ليه كورسيرا. اتاكد من داخل كورسيرا فيه حاجه ابدا ما فيه اي حاجه. تمام قال لي بعد ما تمشي كورسيرا كرييت سب دايركتوري اللي هو فيرست كورس انسايد كورسيرا جميل. عاوز اعمل اللي هو ميك دايركتوري المره دي هو بيقول لي فيرست كورس انا هعمل مثلا سكند كورس بدون مسافه. اوكي ls فعلا في اللي هو تمام
قال create sub file اللي هو inside. طيب type the command cd Ferris Coursera what happened. طبعا عملنا الحركة دي اللي هي ودتنا ل Ferris Coursera. remove the directory Ferris Coursera, remove the directory Ferris Coursera. لكن قال لي تاني move the directory genomics, move to the directory genomics. هو دي تقريبا خطوتين كلها في حاجة واحدة, يعني remove و لكن بكماند واحد, one single command اللي هو حوله لجينومكس. طيب نمشي نشوف جينومكس قاعدة وين. طيب انا عاوز اللي هو الملف اللي هو الدايركتري قاعد في الكورسيرا, امشي احوله لجينومكس بواسطة اللي هو one command. طيب هعمل شنو؟ طيب عاوزين نحول ملف اقصد دايركتري من مكان لمكان, يعني مثلا هسي عايزين نشوف ls جواته في كورسيرا cd كورسيرا ls. طيب عندنا ملف اللي هو first course, عايزين نحوله لأي واحد. عندنا directory first course, عايزين نحوله من كورسيرا ل IBT 2017. تمام, نحن الآن موجودين خطوة خلف الملف اللي عايزين نحوله. دي أهم حاجة إنك تكون موجود في كورسيرا, بعد ذاك اللي هو تعمل mv, بعد ذاك تحول يعني تحدد الدايركتوري الباس اوف دايركتوري اللي هو هوم, الغريب ده اليوزر طبعا, بعد ذاك اللي هو تشوف اللي هو كورسيرا, بعد ذاك تكتب اللي هو اسم الدايركتوري فيرست كورس مسافه, بعدك نحدد المكان اللي عاوزين نحول له الدايركتوري اللي هو هوم اللي هو مسافه طبعا الغريب, عاوزين نحوله ل اي بي تي 2017. لاحظوا الابر كيس لير ابر كيس ليتر IBT 2016 IBT 2016 في IBT 2016 عايزين نحول جينومكس جينومكس. تمام, بكده حددنا الدايركتري, نعمل انتر نعمل ls, هنلقى انه الملف غير موجود. طيب نمشي cd ضد ضد, بعد ذاك نمشي اللي هو cd IBT 2016 ls ls حاجة انه جينومكس. طيب نعمل cd جينومكس ls, حاجة انه الفايل انتقل للي هو جينومكس. بكده قدرنا نعمل movement لدايركتوري.